صدر عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى ال خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه مرسوم رقم 75 لسنة 2023 بتعيين رئيس تنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل وذلك بناء على عرض وزير العمل وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه. يعين السيد نبراس محمد علي طالب رئيسا تنفيذيا لهيئة تنظيم سوق العمل لمدة ثلاث سنوات.